طيب خليني ارجع لسياق الحلقه. كنا حكينا انه عن المواقف المسيحيه، عن مواقف الزعماء المسيحيين، كان في لك رسائل تجاه الداخل المسيحي. صحيح. هلا في كلام عم بينقال، يعني الاستاذ جبران باسيل، الوزير جبران باسيل عم بيحكي وعم بيصرح، الدكتور جعجع ايضا، الشيخ سامي الجميل، يعني في كلام عم بيقولوه هالجماعه. مثلا امبارح الوزير باسيل بيقول انه المشكله لدى الثنائي انه ما في يفرض على مكون كالمكون المسيحي مرشح لا يتمتع بالقوه الذاتيه ولا بالشرعيه التمثيليه، وحتى انه هالمرشح المعني اللي هو انت لا يسعى الى امتلاك واحده من هاتين الخاصتين. شو هي الاولى؟ القوه الذاتيه. والثانيه هي الشرعيه التمثيليه. أوكي. بعدين بيقول انه كيف عمي بيمرتي توفى تاخذ منه قوه ذاتيه. قالوا يعني نحن نتبنى شغله. طب الوزير باسيل ماروني ابا عن جد بيقول له ترشح على الانتخابات الرئاسيه، والدكتور جعجع نفس الشيء، وسامي جميل نفس الشيء، خلونا ندور على المجلس نترشح بوج بعضنا. اربعتكم؟ ما يجيبوا لنا خشبي يتفقوا عليها، هن ثلاثتهم. ونشوف مين بيطلع. تعرفوا يعني اربعتكم انت وياهم عم بيحكوا هن. طيب طب هيدي شو مبادره عم تطلقها او دعوه؟ يعني ما كل واحد منا بيقول لك انا ما بدي وبدي وانا اكبر من هذا الموضوع وانا عم سهل للبنان، كله عم بيسهل للبنان، ما حدا عم بيسهل للبنان، كلهم عم اذا بدك عارف حاله ما له خبز. شرفوا ينزلوا تنشوف شو كل واحد شو بياخذ. كم بياخذوا صوت؟ ما كل واحد بيفقعك تنظيف. بس متخيل حضرتك جلسه هيدي احلى شيء فيها اربع مرشحين هن سليمان الفرنجيه، سمير جعجع، جبران باسيل وسامي الجميل. بتجنن. وانا برايي هيدي جلسه ما بتجيب الا رئيس مسيحي عنده حيثيه. في واحد من الاربعه شرفه. مين بده يقنعهم؟ بركي كتله الاعتدال بتعمل مبادره. شرفه ننزل بنشوف. طيب كمان يعني انا عم جرب انقل يعني بيقول الوزير باسيل انه المرشح المعني قبل الانتخابات غير مستعد ان يتكلم مع احد، فكيف الامر بعد الانتخابات؟ بالعكس انا مستعد اتكلم مع الكل. بس قبل يعني بس انت قلت من شوي هلا بروح. طيب اذا عبوك بيقول لي تعال نحكي انك نحن مستعدين نحكي معك اذا كنت مرشح شو الشروط اللي بدنا اياها، بروح. اذا عم بيقول لي انا مش قابل فيك ما في مجال لك، روح احكي انا وياك. يعني بس شو حضرتك شو مستعد انك تقدم له للوزير باسيل؟ انتبه انا انتبه، في اشياء انا فيني اقدمها، في اشياء الحكومه بدها، رئيس الحكومه بده يتصرف، في اشياء المجلس. انا عم بقول ما املك، تعال نحكي، انت شو بيطمنك؟ شو بيريحك؟ قال هو بمقابلة له ما قال بده لا مركزية مثلا، لا مركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني. أنا إذا إجا القانون قدامي بمضي لك، في أكثر من هيك كرئيس، بس هذا موضوع بدك تاخده من الكتل، ما فيك تاخده مني، هذا قانون لا مركزية يعني تنفيذها وبدها مرسوم بمجلس وزراء، بدها مجلس وزراء وأنت شريك فيه. يعني أنا إذا بتقلي لا مركزية الإدارية، إذا ما بتمس إذا ما بتوصلنا على فيدرالية وهيك تكرم عينك ما عندي. بعدين إذا توافقوا على القانون وتوافقوا على المرسوم تكرم عينك، أنا بمضي لك ما عندي مشكلة. يعني أنا ماني معقد قدام هالقصص، بس المشكلة هي تعلق شو هي؟ إذا بنطرح اللا مركزية الإدارية، إذا بنتبه طرحها الوزير باسيل وقت اللي حاس إنه بلشت الامور تلحلح باتجاهنا انه احنا نعمل رؤساء، صار عم بيقول انا اوكي تقبل بدي وقت اللي انطرح المرشح الثالث. اذا بتتذكر ما كان في اسا الخيار الثالث، كان في انا يا جوزيفون. وقت انطرح الخيار الثالث نسينا اللامركزيه، ما بحد عم بيحكي باللامركزيه. هلا شو الخيار الثالث؟ مين هو الخيار الثالث؟ عم بيحكي وقت اللي بلش ينطرح منطق الخيار الثالث، وقت اللي حس بالاول انا يا جوزيف عون وبلش ينحس انه الامور بلشت تميل انه اوكي ممكن انا ما بصوت لا لفرنجي ولا لعون، ولكن ممكن اعيد حساباتي عظيم اذا بتعطوني هون لا مركزيه الاداريه والماليه والصندوق الائتماني. اجى يومتها الموفد القطري ابو فهد وطرح البيصري اذا بتتذكر، طارت اللامركزيه الاداريه والصندوق الائتماني ما عادوا موجودين. لانه هو كان معمول انه كان مفكرين انه ممكن هيئته رح يركب سليمان فرنجي او جوزيف عون، خلينا نشوف
كيف بدنا نجرب ناخد شيء تنعمه كل القصة كيف بدي اعمل بطل مسيحي. البطل المسيحي صار باللامركزية وبالصندوق الائتماني. هل بس ما كانوا هدف لانه ايش كان الهدف؟ كان الهدف انه هيك جاي سلام فرجي خلينا نشوف شو بدنا نعمل. وقت لقى انه رقبة البيثري بوقتها خيار البيثري هو اعتبره محسوم عمل برمته زي مثل ما بيقولوا برمة المنتصر انه انا بيجي لعندك انه. وثانيا طارت موضوع اللامركزية ما عاد انطرح. صار هلا بينطرح رفعاتها بكل فترة من فترة انه تذكر انه طرحها مرة بس ما عاد مشروعه. واذا هلا بيمشي بهالموضوع تعال نناقشه. لا مركزية إدارية صندوق ائتماني. أنا صندوق ائتماني مين قال لك أنا ضده؟ ما عندي مشكلة. يعني موضوع التدقيق الجنائي أنا اليوم معه قبل بكرة ما عندي مشكلة. يعني في كتير أشياء قاعدين نتفهم عليها بس بس هولي مش وحدة. يعني هو في مجلس نواب في مجلس وزراء. مستعد تعطي تطمينات إلى علاقة ب يمكن حضور معين حصص معينة ما بعرف. انا انتبه اذا بيطلب شيء انا مونع عليه وانا انا بالعكس ما عندي. انا انتبه هو عبكله صوت ضدي اعتبر انا قلتها من اول يوم عنده حقوق بده ياخدها. طرد عبكله هو بده وزاره الكهرباء. طيب انا ما بدي اعطيها اعتبر بس انه مثلا فلان كبش بالوزاره وفلان كبش بالوزاره وفلان كبش بالوزاره ولقيت حالي ما فيني غير ما حانتم منه وحده. ما حانتم منه وحده. ليه بدي انتم منه وحده؟ يعني هذا الموضوع عم نحكي كل شيء بيندرى. انا مني جاي بفكر انتقامي على حدا. اذا جيت انا جاي اتحاور مع الكل واعطي كل واحد حقه. واذا اجى عدنا قبل هو بيقول لك ما بدنا نعود. لا بنعود لو عندنا مشكله بس بنعود. اذا انت الجاي بتفكير قبل انه بتنسحب بعدين بنعود او بتجي تنعود تناقش بس هي الفكره. انت مستعد تعطيه مكاسب بالعهد اذا مشي معك؟ انا بقول لك في فرق شو المكاسب. اذا فكرني يعني مثل العهد السابق يعني انه يجي انا صير عم بشتغل عنده لا بس عم نحكي انه عنده حقوق واذا كان داعم للعهد اكيد بيكون شريك اساسي اكيد بيكون شريك.